السلام عليكم ورحمة الله، إن شاء الله تكونوا بصحة جيدة وعافية. إن شاء الله نزلنا مستمرين في مبادرة نون ستوب، نزلنا مستمرين في باقي حل المسائل المهمة والأفكار المهمة. نجول المثال رقم 13، قال لي أوجد تكامل سيكن تربيع إكس على جذر 1 ناقص تان أو تانجنت تربيع. لو تلاحظوا في التكامل هذا، تمام، تلاحظوا لو كان تحت الجذر 1 زائد تان او تانجنت تربيع الاكس، كنا درنا له المتطابقه اللي هي شو بتساوي؟ تساوي سيكن تربيع الاكس. في الحاله هذه كنا نعوضه بالواحد زائد تان تربيع الاكس، نحطوه هنا، وبالتالي تحت الجذر والجذر يعدي من التربيع ويجد سيكن تربيع على سيكن، فيظل سيكن ويجد في النهايه يبقى تكامل سيكن. تقريبا احنا حلينا الفكره كيف هذه من قبل، لكن هنا مهش بلس، هنا ماينس سالب. فالحل هنا نحاول نركز فيها شوية. تلاحظوا حاجة، لما خذينا التكامل هذا عشان تتذكروا، يكون هنا عندي تكامل بالنسبة، فرضا إذا كان بالنسبة x، يكون عندي جذر لوطة في المقام a تربيع ماينس اف اف اكس لكل تربيع فوق شنو تفاضل الدالة هذه اللي هي تحت التربيع. هيكون الحل متاعي الانفرس الساين للدالة هذه على الـ A جذر تبعي الـ A تربيع زي الثابت. تلاحظوا لو احنا طبقنا نفس الفورمولا هذه على المثال هذا، على المسألة هذه، تلاحظوا هنا هيكون الـ F of X هنا شنو؟ يساوي تانجنت الـ X والتفاضل متاعها بيساوي السيكن تربيع الـ X، والـ A بتاعي شو بتساوي؟ طبعاً A تربيع بتساوي الواحد، الواحد وجذر تربيع الواحد برضه واحد، وبالتالي الـ A بتاعي شنو؟ الـ A بيساوي واحد، فنفس الشكل تماماً. فيكون الحل بتاعي، يعني حل التكامل السيكن تربيع الـ X على جذر واحد ناقص تان تربيع الـ X، تمام؟ بالنسبة لـ X شو بيساوي؟ يساوي ساين انفرس الدالة بتاعي، والدالة بتاعي عبارة عن شنو؟ تان اكس، تمام، على اي، والاي عندي بواحد، تان على اي نزيده شنو؟ الثابت. فكرتها بسيطة بس، لكن لو كان يعني لو في حال إذا كان عندها موجب كنا نقدر نستخدم الطابقة هذه. فهذه بسيطة، أنا جتني ماينس، فحاول نفكر يعني في التكاملات اللي نوتج امتحاناتهم نسب من ثلاثية عكسية، تمام؟ نشوف فكرة مهمة جدا جدا جدا، واللي هي يسموا فيها قاعدة إكمال المربع. قاعدة إكمال المربع، طبعا القاعدة هذه مهمة جدا، يعني في تكاملات ما نقدرش نحلوهم بس نقدر نبسطوهم باستخدام قاعدة إكمال المربع. زي مثلا بس هي بمعنى طريقة الحل بتاعها، اني نلقى شنو؟ نلقى اكس تربيع، تمام، ومعها شنو؟ اكس، يعني هي داله كثير حدود ومعها يعني اكس تربيع واكس. والشرط بتاعها المهم انه يكون معامل الاكس تربيع شنو؟ معامل الاكس تربيع يكون شنو؟ واحد. يعني انا مش شرط اني نستخدمها، لازم يكون معامل الاكس تربيع بتاعي هنا شنو؟ لابد يكون واحد، تمام. فمثلا ناخذ مثلا الشكل هذا، 5 اكس تربيع زائد 2 اكس زائد 1. يعني انا باش نستخدم طبعا طريقه تحل مثل ما وريتها، بس انا نوريك الشرط بتاعها كيف انا نوصل لها. ما نقدرش نحل هذه الا لازم نخلي المعامل اكس تربيع بواحد. يعني شو ندير؟ ناخذ الخمسه عامل مشترك، واحد على، ناخذ الخمسه عامل مشترك اللي هنا اكس تربيع، 2 على 5، 2 على 5، طبعا طريقه عامل مشترك هنا طبعا خليت 5 صح؟ نقسم الحدود الاخرات على 5. يعني لما ناخذ انا 5 هنا عامل مشترك، نقسم انا على 5 وانا على 5 وانا على 5، تمام؟ يقول هنا 2 على 5 اكس زائد 1 على 5. شوف اذا كنت انا خذيت العامل المشترك صح او لا، عباره عن ناقص 5 جوا، فانا بيروح يجيب العامل المشترك صح. فانا هنا نقدر نستخدم قاعده اكمال المربع. ليش؟ لاني انا خليت المعامل اكس تربيع بايش؟ بواحد. والخمسه اللي نقدر نطلعها اذا كان عندي تكامل نقدر نطلعها برا، نقدر نتعامل معها، سهل مش موضوع. فطريقة الحل متاعها تكون كالتالي،
اني انا اول ناخذ شنو معامل الاكس تمام مربعه، معامل الاكس بس افضل معامل الاكس بس الربع ونقسمها كلها على 4، وفي نكتب فيها هيك معامل الاكس على 2 الكل تربيع، هذه 2 صح. ناخذ معامل الاكس ونربع ونقسم على شنو 4، او ناخذ معامل الاكس ونقسم 2 بعدين نربع بشكل كامل تمام. بعدين شو ندير؟ الكسر هذا اللي طلعته نزيده على مثلا اذا كان انا عندي 2 اكس تربيع او اكس تربيع زائد 3 اكس زائد 1، نزيده على المقدار هذا ونطرحه. يعني كاني انا ما زدتش، كاني درت شيء مثلا كان فاطمين في محاضرات فاتت قلنا لما تزيدوا عدد وتطرحوا ما ياثرش تمام، كاني زدت صفر ما ضفت شيء تمام، كاني حطيت حاجه مثلا في شكاره وحولتها، يعني انا ما درتش اي تاثير في المقدار الرياضي تمام. يعني انا ناخذ معامل الاكس، ناخذ معامل الاكس اللي هو 3 ونربع ونقسمه على شنو 4، حيجي 9 على 4. وش قلت انا؟ قلت انا نزيد نضيفه ونطرحه، بمعنى تجد عندي اكس تربيع زائد 3 اكس، خلونا من واحد اخر حاجه، الرقم اللي هنا اللي بعد الاكس اخر حاجه حيكون تمام؟ حنام ضيفه 9 على 4 بعدين نطرحه، في النهايه ممكن نزيد الواحد تمام؟ انا ما ضفت الشيء، كاني حطيت 9 على 4 حولتها، ما ضفت الشيء تماما. وبالتالي ناخذ المقدار هذا بس اللي ضفته اخر شيء اكس تربيع زائد المعامل معامل اكس في الاكس زائد شنو؟ القيمة اللي ضفتها بعد ما درت هذه معامل اكس على التربيع كل تربيع على 4 ناخذها. شو ندير؟ هناخذ نتبع قاعدة جذر الأول، جذر الأول تمام؟ إشارة الثاني حد، بمعنى الأول الحد الأول والثاني الحد الثاني، بعدها شنو حيكون عندي؟ جذر الحد الثالث تمام، حيكون جذر الكل تربيع، الكل تربيع تمام. الحد الثالث انا شنو نجوح نطبقه على، حيكون تساوي شنو؟ جذر اكس تربيع حيكون اكس، إشارة الثانية هنا موجبة تمام، وهنا جذر الثالث جذر 9 3 على جذر 2 4 ب 2 تيجي 3 على 2، تنسوش شنو التربيع. بعدين نضيف اليه شنو؟ نضيف اليه اللي بعد القوس هي ناقص 9 على 4 زائد 1 ناقص 9 على 4 زائد 1، الواحد كان 4 على 4 ناقص 9 و 4 ماينس 5 بتساوي ماينس 5 على 4، فيجي هنا شنو؟ ماينس 5 على 4. شفتوا هنا المقدار هذا كيف غيرته؟ بدال ما يكون مربع عندي بالتكامل بالطريقه هذه حيكون افضل لي بواجد تمام؟ يعني قاعده تكمل مربع اللي ما فهمش يحاول يرد بالفيديو مباراه، احنا طبعا حنأكدوا عليها في كم مثال ان شاء الله، يعني سهله يعني مش صعبه واجد. جونا ناخذ مثال طبعا تكامل، طبعا من ضمن الافكار مثال 14 قال تكامل اوجه التكامل 2 على 2 اكس تربيع زائد 4 اكس زائد 4 بالنسبه لاكس، قال لي اوجه التكامل التالي. طبعا الشكل هذا احنا ليش قصدي احنا نقترحه انه نستخدم الاكمال المربع، قاعده الاكمال المربع، لان اني ناس صعب اني نكملها بالطرق العاديه. لو كان عندي الشكل هذا شوفوا، لو كان عندي تكامل بشكل هذا مثلا شوفوا احنا هنا تجد 4 اكس زائد 4 على 2 اكس تربيع زائد 4 اكس زائد 4، في الحاله هذه لو جاب لي تكامل في الامتحان في التمارين والواجب اللي عندكم كان عندي تكامل بالشكل هذا تمام؟ انا حنبدا نحله من دون استخدام قاعده الاكمال المربع، يعني مش داعي بما اني الان لقيت اكس تربيع ولقيت اكس ولازم نخلي المعامل الاكس تربيع بواحد وقصه كي، يعني انا مش لازم ندير الشغل هذا كله، لان بكل بساطه تفاضل ما يعني تفاضل المقام عندي قاعد موجود فوق. تعالوا فاضل المقام عندي 2 اكس تربيع لما نفضلها تجد 4 اكس زائد 4، انا طبعا ثابت تفاضل صفر، بالتالي تفاضل فوق، فالتكامل هذا ما علينا، حيكون الحل بتاعي شنو؟ لين المقام حيكون ذن ب 2 اكس تربيع زائد 4 اكس زائد 4 زائد الثابت، وبالتالي يعني حيكون سهل بكل. بس في الحاله هذه ما نقدرش نستخدم الشيء هذا، فنحن نستخدم قاعده اكمال المربع
مش يسهل علي الشكل هذا، نوصل الى شكل انا نعرف نتعامل معه، تمام؟ وبالتالي احنا نجوا هنا طبعا شرط قاعدة اكمال المربع، شرط قاعدة اكمال المربع انه يكون معامل اكس تربيع كانه واحد. شرط قاعدة اكمال المربع انه يكون معامل اكس تربيع واحد، تمام؟ وبالتالي ناخذ احنا هنا اثنين عامل مشترك، يكون الحل بتاعي اثنين، انا ناخذ اثنين عامل مشترك تجد اكس تربيع 4 على 2 زائد 2 اكس زائد 2 بالنسبه لاكس، هتعدي 2 مع 2 وبالتالي يجي الشكل التكامل بتاعي 1 على اكس تربيع زائد 2 اكس زائد 2 بالنسبه لاكس، تمام؟ فانا ناخذ المقدار هذا تو، ناخذ المقدار هذا نستخدم عليه قاعده اكمال المربع. ناخذ الاكس تربيع زائد 2 اكس زائد 2 قاعده انتهى شنو كانت تقول؟ ناخذ معامل الاكس المربع، معامل الاكس اللي هنا 2 كل تربيع ونقسمها على 4، طبعا 2 تربيع ب 4، 4 على 4 ب 1. ناخذ الجذر الاول، طبعا الاول عندي هنا اكس تربيع، وبالتالي الجذر الاكس تربيع حيكون اكس، تمام؟ معناته اكس انا هذه طبعا قاعده اكمال المربع، زائد الشرط الثاني طبعا 2 اكس ما يهمنيش من هو، طبعا 3 اكس 2 اكس 4 اكس 1 على 3 اكس، تمام؟ انا ناخذ شنو؟ زائد طبعا 1 3 اكس قصدي كذا، تمام؟ ناخذ شنو شرطه؟ زائد، تمام؟ بعدين ناخذ جذر شنو؟ ناخذ جذر الثالث والواحد جذر بتاعه بواحد برضه، فيجد كله شنو؟ تربيع ناقص 1 زائد 1 زائد 2 حيجد شنو؟ زائد 1. فنجينا ناخذ هذا ونحطه هنا فيساوي تكامل 1 على اكس زائد 1 الكل تربيع زائد 1 بالنسبه لاكس. تو التكامل نقدر نتعامل معاه بسهوله، مش نفس الشكل هذا، لو الشكل هذا كان صعب شويه او تقول ما فيش طريقه ممكن نكتب من الطرق السابقه، خلينا نكتب من تكامل ودكت، فاستخدمنا قاعده اكمال المربع، بالتالي بسطت الشكل، هو مش حل ما يعطيش ناتج تكامل، لكن بسطت الشكل بتاعي بحيث تجد بصوره انا زي ما تقولوا يعني فضلها وزاد عليها وعارف الحل بتاعها. فالشكل هذا شنو خطرك؟ بالشكل هذا الكل تربيع زائد اي تربيع، انا شو فيه؟ تفضل الداله يساوي 1 على اي انفرس التانجنت لف اكس على اي زائد الثابت، ولا لا؟ فانا يكون الاي طبعا بتاعي هنا بواحد، هي طبعا هنا واحد تربيع، وبالتالي الاي بتاعي بواحد، تجد واحد على واحد، واحد على اي، واحد على واحد في انفرس التايم مضروبه في الاف اف اكس، الاف اف اكس طبعا بتاعي هنا اكس زائد واحد، اكس زائد واحد الكل على واحد، طبعا هي الداله على اي على واحد زائد الثابت، وبالتالي انا وصلت الشكل، يعني بسطت الشكل وكاين الحل بتاعي ممكن سطر واحد، تمام؟ نجيو ناخذ مثال واحد اخر على اكمال المربع. قال لي تكامل 1 اكس تربيع زائد ار لا اكس زائد 13 بالنسبه لاكس، نفس الفكره بالضبط اللي فاتت، طبعا ناخذ الان المقدار هذا ونستخدم قاعده اكمال المربع اكس تربيع زائد 4 اكس زائد 13، تمام؟ نشوف معامل الاكس، انا معامل الاكس شنو عندي؟ عندي 4، فناخذ معامل الاكس مربع ونقسم على 2، يجي شنو تربيع ال 4 16 على 2 يساوي 4، فانا نضيف 4 ونطرح 4، فتجد اكس تربيع زائد 4 اكس زائد 4 ناقص 4، طبعا الزياده بالاضافه تكون بين المقدار الثالث والثاني، اذا كان اصلا في مقدار ثالث طبعا يتواجد لازم يتواجد اكس تربيع والاكس، تمام؟ بعدين شنو نضيف 13 في النهايه، ناخذ هذا، ناخذ جذر الاول الاكس، تمام؟ الشرط الثاني جذر الثالث اللي هو 2 الكل تربيع، بعدين ماينس 4 زائد 13 اللي هو 9، هذيك زائد 9، وبالتالي بدل ما يكون الشكل هذا اللي صعب شوي نكمل، استخدمنا قاعده تكمل المربع ووصلنا للشكل، تمام؟ حيكون التكامل بتاعي 1 على اكس تربيع
زائد 4 اكس زائد 13 بالنسبه لـ اكس يساوي 1 على اكس زائد 2 كل تربيع زائد 9 طبعا حيساوي نفس هذه فتقعد طبعا هنا البيتا في بتساوي 9 وبالتالي اي بتساوي 3 تقعد 1 على 3 انفرس التانجنت اكس زائد 2 على اي هي 3 زائد الثابت الحل بتاعي هو تمام ناخذ اخر مثال كيف يتكامل 4 على 4 اكس تربيع زائد 4 اكس زائد 65 برضه نفس الطريقه نستخدم قاعده المربع فناخذ هنا المقدار غلط ونكمله حيث حصل على 8 مربع 4 اكس تربيع زائد 4 اكس زائد 65 برضه نفس القصه فناخذ انا معامل الاكس معامل الاكس هنا 4 مربع فيجد 16 على 4 اللي هي تكون 4 تمام فنضيف انا 4 ناقص 4 نضيف 4 لا انا الحل لك غلط فهو لازم يكون الشرط متاعي ان الاكس معامل الاكس تربيع شنو بواحد تمام انا اجي هنا قبل ما ندير الشغله كلها لازم نخلي معامل اكس تربيع بواحد تمام يعني هذا كله كلامي غلط جينا اخذنا في المقارنه من المشترك 4 اكس تربيع زائد اكس طبعا لما ناخذ عامل مشترك نحسب هذا الاربع هذا الاربع حسب العامل غادي اذا كان عامل مشترك اربع نضرب في اربع اذا كان عامل مشترك اربع يعني ضرب انا نقسم العكس تمام نقسم الاربع نقسم الاربع نقسم الاربع انا في اربع الاربع واحد انا اربع الاربع واحد اكس زائد سته 65 على اربع بالنسبه لاكس اربع تاني الاربع فيجي الشكل بتاعي تمام فنجينا الشكل هذا شنو يقول إلى إكمال مربع في x تربيع زائد x زائد 56 على 4 معامل x بواحد 1 تربيع بواحد على 4 فأنا نضيف 4 ونطرح 4 تجد x تربيع x تربيع زائد x بعدين نزيد ربع ونطرح ربع بعدين نزيد منها 65 على 4 فناخذ رقم قدير هذين اللي جدا اكس طبعا جذر الاول الشرط الثاني زائد بعدين جذر الثالث طبعا جذر الربع هي نص الكل تربيع راح تنسوا التربيع ناقص 1 على 4 ناقص 65 تقعد ناقص 64 على 4 16 فتقعد زائد 16 زائد 16 فنجي هنا بالمكامل يساوي تكامل 1 على اكس زائد نص تربيع زائد 16 بالنسبة لإكس طبعا يجد inverse التانجنت inverse التانجنت طبعا تفضل الدالة الموجودة فوق فيجد يساوي A تربيع بتساوي 4 فتجد A تربيع بتساوي 16 بالتالي A بتساوي 4 فتجد 1 على A اللي هي 1 على 4 inverse التانجنت تمام inverse التانجنت للدالة إكس زائد نص على 4 بعدين في النهاية بوكت زي الثالث بالتالي اليوم ان شاء الله نوقفوا بالنسبه للافكار منها طبعا بناء في ثلاث فيديوهات وخلينا فكره جدا مهمه جدا 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 وهي قاعده اكمال المربع ان شاء الله في الفيديوهات القادمه حنكمل باقي المشروع دمتم في امان الله.